لك، واضح انه في خلل في نادي الاتحاد موجود وكبير جدا. ايش هو الخلل؟ يعني لو قلنا، لو سلمنا بالكلام اللي انت قاعد تقوله هذا، هذه يعني وجهات نظر، لو سلمنا فيها الخلل في اداره الاتحاد، ايش اللي سوته وما خلاها تستفيد الاستفاده القصوى من برنامج الاستقطاب؟ يعني خليني يعني ابدا بنقطه واستطرد. لما جمهور نادي الاتحاد عنده عزوف شديد في المدرجات، لما الجمهور عنده اسئله كثيره جدا ما حجاوبها عن حجازي، انت متمسك في حجازي، حجازي دخل، حجازي برا العقد، ما حد داري، جوتا يدخل وبعدين يخرج، هذه علامه استفهام كبيره. اللعيبه تبغاهم ولا ما تبغاهم، ما حد داري. واضح انه في فجوه كبيره بين نونو سانتو وبين الاداره في التوجهات. اخبار قاعده تيجي من خلف الكواليس وتسرب بطريقه، واضح انه في خلل. المدرب بدا يفقد الاهتمام بالفريق وبدا يطلع، واضح انه الرجال مودع. انت فينك في ذا الوقت كله؟ وينك؟ فينك عن نونو سانتو؟ فينك عن مشكلة العبود؟ فينك عن تقريب وجهات النظر؟ فينك عشان توضح للجمهور اللي فجأة صار يهمك ومن حقه يسأل ومن حقه يروح للذيذ ويسأله؟ فينك انت من اول عنهم؟ ما في الا تظهر يا وقت الفوز ولا تغريدة. لما انا ندمت اني كنت اقول تكلم، لكن لما انكتب رسالة متر كامل ويا محرضين يا ما ينفع. انا متاكد انه الخلل كبير في نادي الاتحاد. ايش ايوه ايش الخلل؟ انا اعدك عليك بالسؤال، ايش اللي ما سوت اداره الاتحاد في الصيف خلاها تستفيد من برنامج الاستقطاب الاستفاده؟ والله الرد المقتضب اللي ممكن يجينا من سعد اللذيذ حيدينا ايش اللي صار بالضبط، ايش المصيبه اللي صارت. انت كم عندك دحين؟ 10 لعيبه. اذا عندنا 5 لعيبه مسجلين من البرنامج، الهلال مسجل 6، يعني ما في ذاك الخلل الكارثي اللي موجود اللي تحسسني انه في مصيبه سايره. الجمهور عنده ملاحظات تطلع توضح للجمهور. طيب اطلع توضح للجمهور.